موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من كتاب سنن الترمذي ومن أبواب صفة القيامة، الحديث الأول ذكر بسنده قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد عن سليمان التيمي، ولا نعرفه إلا من هذا الحديث. والحديث الآخر الذي رواه الإمام رحمه الله تعالى أيضا في الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كيف أنعم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ قال: فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن. قوله صلى الله عليه وسلم جوابا للأعرابي لما سأله قال: ما القرن؟ قال: القرن، قال النبي صلى الله عليه وسلم القرن، قال: ما الصور؟ أسف، العربي سأل قال: ما الصور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه. الأعرابي يسأل: ما الصور؟ يعني الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فسأل الأعرابي: ما الصور؟ يعني ما المذكور هنا في القرآن بهذا الاسم، ما هو الصور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قرن ينفخ فيه. قرن ينفخ فيه، والقرن معروف هو يعني ما يستعمله الناس في النفخ، وهو المسمى بالبوق. والقرن يستعمل عادة من بعض الحيوانات التي لها قرون كبيرة، فتفرغ هذه القرون وينفخ في القرن. لكن هذا القرن قرن عظيم، جاء في بعض الأحاديث يعني وإن كان في سندها مقال: قرن يسع السماوات والأرض. يعني هذا القرن الذي ينفخ فيه الملك على هذا النحو. وفي الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أو كأنه سألوه: لما أنت تعيش هذا العيش الخشن؟ فقال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ يعني ملك النفخ في الصور قد أمسك بالصور ينتظر أن يؤمر، كما جاء في الحديث: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ وفي حديث: ينظر جهة العرش ينتظر الإذن كأن عيناه كوكبان دريان. ملك النفخ في الصور وهو إسرافيل يأخذ بالصور وينتظر الإذن متى ينفخ في هذا الصور. ولك أن تتصور طبعا هذا الصور وقدر هذا الصور بما هو له من أثر، بما له من أثر. فالملك إذا نفخ في هذا الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض، وذلك لأنه يصدر عن هذا الصور
صوت هائل لا يتحمله شيء، ليس يتحمله إنسان مثلا أو بشر، لا بل لا يتحمله شيء. كل الكائنات تصعق من هول هذه الصعقة، من هول هذا الصوت الشديد جدا الذي يملأ ربوع العالم العلوي والسفلي. فصعق من في السماوات، من في السماوات ومن في الأرض. لماذا؟ لأن هذا الصوت لا يحتمل. ولذلك العلماء تكلموا في هذا الصوت، هل هو مرة واحدة أو مرتين؟ فبعضهم يقول أن هذا الصوت ينطلق مرتين لإماتة الناس، وينطلق مرة ثالثة لإحياء الناس. فالخلاف في هل هو ثلاث نفخات ولا هي نفختين. فقد جاء في الحديث عند البخاري رحمه الله في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين أربعون. فقالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا أربعون يوما؟ قال أبيت. يعني أبو هريرة يسألون الناس، قال أبيت. أبيت يعني لا أقدر على الجواب، ما أتحمل الجواب، لأني ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندي يعني ما أقول به هو يوم ولا شهر ولا سنة. فبان من هذا الحديث أن ما بين النفختين أربعين، ثم هما نفختان. وإن كان بعض العلماء يقول لا بأس بالجمع، يعني النفخة الأولى هي عبارة عن نفختين متواليتين، نفختين متواليتين يعني معا واحدة تلو الأخرى. النفخة الأولى يسمونها نفخة الفزع، نفخة الفزع، يعني إذا نفخ يعني الملك حامل الصور في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض، يحصل لهم فزعة فظيعة جدا شديدة جدا. ثم النفخة الأخرى على تلوها فورا، وهي نفخة الصعق، فيموتون. ما الذي جاء البعض العلماء يقول بالنفخة الأولى تكون على مرتين، أنه جاء في بعض الأحاديث أن إذا نفخ في الصور فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأحوال يعني، ومنها حال رجل يليط حوضه، فإذا نفخ في الصور أصغى ليتا ورفع ليتا، أصغى ليتا ورفع ليتا، الليت اللي هي صفحة العنق، يعني يقوم يعمل من شدة العيش الصوت اللي يبتدي يظهر، وكأن هذا الصوت والله أعلم يظهر بدرجة ثم يشتد مرة واحدة. فإذا اشتد هذا الصوت بحيث يكون غير مقدور على تحمله، يموت كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذه النفخة الثانية. إذن هناك نفخة الإماتة وهناك نفخة الإحياء. وسبحان الذي جعل من جنس واحد أمرين متضادين، هي النفخة هي ولكن دي تقتل الناس وتميتهم، ودي تحيي الناس من قبورهم، كما قال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. هذا مع النفخة الإيش الثانية. فهذا المشهد مشهد مهيب، مشهد الصعق والإماتة مشهد مهيب جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأن أصحابه أشفقوا على عيشه ومن خشونته، وكأنهم قالوا له يا رسول الله يعني لين شيئا من عيشك. فقال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، ما فيش وقت خلاص، كيف أنعم يعني أنعم إزاي، ده خلاص ده أصلا صاحب القرن ماسك القرن.
ومنتظر وبينظر إلى العرش متى يؤمر فينفخ في الصور. وهذا فيه إشارة إلى ذم طول الأمل، ذم طول الأمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم، خلاص أصلا هي ما فيش وقت أصلا، ده هو ملك النفخ في الصور خلاص هيمسك البتاع وينفخ فيه والدنيا هتنتهي خلاص، فكيف أنعم؟ لا، أنا أنتظر ماذا؟ النعيم الأخروي. ولذلك هذا كان ظاهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر على من تأثروا به. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعيشه معلوم عند الخلق والبشر جميعا. يقول عمر دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته نائما على حصير أو على الرمال قد أثر في جلده. قال فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر ينعمان فيما هم فيه وأنت سيد ولد آدم، أو كلمة نحوها، وتنام على الحصير حتى يترك الأثر في جلدك. فقال أو في شك يا ابن الخطاب. فاتني أن أذكر أن عمر ذكر أنه كان نائما، قال فجعلت أنظر في بيته فما وجدت شيئا يرد البصر. يرد البصر يعني إيه؟ ما فيش حاجة أبص لها تاني، زي الحيطة كده الفاضية دلوقتي قدامنا دي كده، ما فيش حاجة متعلقة. يعني لو في مروحة حتى مثلا متعلقة هي هبص لها وارجع أقول آه هي لونها إيه، شكلها إيه، نحو، ما فيش حاجة أصلا. قال إلا إهاب معلق، حتة جلد فروة كده حطينها عشان تنشف ولا حاجة وبعد كده يستعملوها. قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، ألا يرضيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولذلك هذا ترك أثر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه كان يلام على خشونة العيش، فكان يقول إني أرجو بعيشي هذا أن ألحق بصاحبي في عيشهم الرخي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. إذن فالنفخ في الصور أمر عظيم جدا، أمر يموت به الخلق جميعا ولا يبقى شيء في هذه الحياة الدنيا. هنا ربما يقول الإنسان مثلا يشكل ويقول أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر أن هناك علامات للساعة كثيرة وهي ستظهر بعد ذلك، إذن فهو لن ينفخ في الصور في زمانه هو، فكيف يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ يعني كده كده مش يحصل النفخ في الصور في زمنه هو صلى الله عليه وسلم. الجواب أن سيد البشر وسيد الخلق يعلم الخلق كيف يتعاملون مع هذه الحياة الدنيا، حتى وإن كنت تعلم أنك ستعيش حتى إلى حتى يكون الزمان الذي لا يكون فيه النفخ في الصور، وتعيش حتى ولو تعيش 100 عام كذلك في هذه الحياة الدنيا، ما المانع أن تكون مستعدا بذلك للآخرة، مخللا منها لأجل أن تنعم بالآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الصور مش هينفخ في زمنه، لأنه أخبرنا أن في علامات كثير هتظهر مش في زمنه هو، وقال سيكون بعدي كذا وكذا وكذا وكذا، ده معناه أنه ما فيش نفخ في الصور قبلها. ومع ذلك يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ هو يشير من ذلك إلى أن الدنيا هذه مهما طالت فهي إيش؟ قصيرة، لأن الدنيا لا تحسب بطولها لعموم أهلها، إنما تحسب لكل إنسان بنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته، اللي مات خلاص القيامة بتاعته قامت خلاص. ولذلك هذه الدنيا اللي هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عمر الإنسان، عمر الإنسان. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ أنا هموت بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، بعد سنوات هموت، لكنها كلها قليلة. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؟ ولذلك إذا نفخ في الصور صاعقة من في السماوات ومن في الأرض، ثم ينفخ فيه مرة أخرى فيقوم الناس لرب العالمين فيجمعون عند الله عز وجل للحساب.
ويجمعون للقضاء والعرض. ولعله قد سبق الإشارة إلى شيء من ذلك، ويأتي إن شاء الله الكلام على الصراط والحوض ونحو ذلك في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.